باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى دهر الدهور كلها أمين. إنجيل هذا الصباح يا أخوتي الأحباء من إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح السابع بيتكلم عن لقاء السيد المسيح بامرأة جت عشان تسكب طيب على جسد السيد المسيح، ولما اتقابلت معاه بكت بدموع كثيرة لدرجة انها اضطرت تمسح رجلين السيد المسيح اللي سقطت الدموع عليها بشعر راسها. عاوزين نتكلم النهاردة عن الدموع في الحياة الروحية. الدموع هي اول علامة من علامات التوبة الحقيقية يقدمها الإنسان التائب لربنا، حزين إنه أحزن قلب الله بخطاياه فبيبكي قدامه، مش عشان الإنسان غلط ولكن لأن الله حزن بخطيته وتألم بخطيته. الله المحب اللي قدم محبة كبيرة والواحد بيقدم قدامها خطايا فيبكي قدامه. ويمكن أكتر الدموع نذكرها في الكتاب المقدس دموع داود النبي اللي كان بيبكي ويقول بدموعي أبلل فراشي، يعني مش مجرد كم دمع كده تنزل بعينيه، لا ده طول الليل بدل ما هو نايم ولكن هو ساهر على خلاص نفسه. وزي ما علمونا الآباء إن الليل مفروز لعمل الصلاة، فهو يدخلوا الناس كل واحد يدخل أوضته ومخدعه ويريح وينام، وهو يدخل في سكون الليل يتذكر خطاياه ويبتدي يبكي قدام ربنا ويقول له لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. وأيضا دموع بطرس لما السيد المسيح قال له أتحبني يا بطرس، قال له أيوة يا رب أنت تعلم كل شيء. لما سألوا ثلاث مرات ربنا أتحبني بكى بكاء مرا، قال له أنت تعلم يا رب كل شيء، تعلم أني أحبك. ممكن يا رب أكون تكبرت في ذاتي وظنيت أني أفضل من باقي الرسل، ممكن أكون اعتمدت على شخصيتي القوية وقلت لو أنكرك الجميع أنا لا أنكرك، ولكن في ضعفي وفي ذاتي وفي كبريائي أنا بحبك جدا وأنت تعلم كل شيء. فالدموع هي علامة من علامات التوبة، لدرجة الكنيسة بتشجعنا أن احنا في نص الليل كل يوم نقف قدام ربنا والناس نيام أيضا نقول له أعطيني يا رب يا نبيع دموع كما أعطيت المرأة الخاطئة. زي ما هي بكت قدامك يا رب ادينا نبكي قدامك. واحنا بنبقى واثقين ان كل عمل بر في حياتنا بنقدمه لله هو عطية لله، عطية من الله لينا. الدموع هي علامة للتوبة وهي ايضا علامة من علامات الحب، علامة من علامات الحب. الإنسان اللي بيحب لما مشاعر تتفجر ينسى الناس اللي حواليه وينسى مين شايفه ومين مش شايفه وتنفجر مقلتيه بالدموع. والحب يخلي الإنسان يبكي فرحا، ويمكن أنتم معظمكم جربتوا كده في صلواتكم لما تقفوا قدام ربنا وتتذكروا أعماله وعطاياه وبره وجوده وحنانه وإحساناته وستره وغفرانه. الواحد يقف يستغرب قدام ربنا إيه الحب ده كل اللي بتدهوني، لا يجد عطية أو شيء يرد ربنا إلا دموع سخينة يقول له مستاهلش. ما استاهلش يا رب هذه المحبة الكبيرة اللي انت بتقدمها لي. وكما هي علامة للحب هي ايضا احد التزامات الخدمة.
اللي بيحب إنسانه بيخدمه، بيهتم بيه ويصلي من أجله ويصارع مع الله من أجله عشان توبته وعشان خلاص نفسه وعشان يقبل التعليم الجاي. بولس الرسول لم أفطر، بيقول كده، لم أفطر أن أنذر بدموع 3 سنين. يعني كان يوعظ الناس ويتوسل إليهم بدموع إن هم يقدموا توبة. الخدمة مش ما هي مجرد بتفضل على الناس بقول لهم كلمتين، مش الخدمة إن أنا بروح بجني ثمار الخدمة بفرح. الخدمة صليب ووجع وتعب وألم واضطهاد ومسؤولية قدام ربنا، ومن جدية الإنسان إنه يبكي يبكي قدام ربنا من أجل المخدومين. والدموع أيضا هي علامة من علامات الرحمة، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. الإنسان المحب الحنين لما يشوف إنسان بيبكي بيتحنن عليه. بولس الرسول قال من يضعف فأنا لا أضعف، من يفطر وأنا لا ألتهب. ما يقدرش يشوف إنسان ضعيف إلا ويعيش بنفس الألم والضعف بتاعه. فالدموع ديت هي مشاركة للأحباء. وكثيرا ما جربنا أن أنا أروح أعزي إنسان ألاقيه يبكي، الواحد يلاقي نفسه بيبكي معاه ويبقاش قادر يمسح دموعه. يمكن اللي بيبكي ده بيبكي من ألم أو مرض أو فراق حبيب، ولكن الخادم اللي بيروح معاه ويبكي معاه بيبكي عليه هو متأثرا بدموعه، وكأنه بيقول يا رب دموع لا تنسكب ألما، وانت لا تنسى دموع إنسان وتحفظها في زق عندك، ضيف عليها دموعي تبقى شركة بيني وبينه، نحط دموعنا على بعض ونرفعها ليك عشان انت تتحنن. وأيضا الدموع هي علامة من علامات الاهتمام بالفقراء والمحتاجين. الإنسان اللي ما يحسش بألام المسكين وما يشعرش بألمهم وتعبهم مهما نقدم عطية ربنا تبقى عطية جافة خالية من الحب خالية من الاهتمام. الإنسان اللي بيخدم المحتاجين بيشعر بألمهم ويبكي معاهم لبكائهم. الدموع هي غسيل للقلب من ضعفاته وخطاياه، والدموع هي توبة متجددة، والدموع هي نبع من جديد يفيض من قلب الإنسان كلما يقترب من الله. لا دموع بكوء بدون خلوة مع ربنا، وما فيش دموع بدون السجود أمامه، وما فيش دموع بدون شركة مع الروح القدس، إن الدموع عطية من ربنا اللي هو يشفع، الروح القدس يشفع فينا بنات لا ينطق بها. الدموع مش افتعال مشاعر ولا عصر عينين ولا محاولة لظرف دموع عشان نظهر مشاعر أمام أنفسنا، ولكن هي عمل الروح القدس في قلب تائب، قلب حاني، قلب محتمل، قلب معطي. ربنا يعطينا جميعا هذه الدموع لنقدم له توبة، نفرح قلبه القدوس، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. أغنية خن أم اسميني اسأل وبنت